للساده المتابعين في مصر والوطن العربي، احنا من داخل متحف اثار وادي جديد هنعرض تمثال جميل جدا فريد من نوعه بالوانه الزاهيه، الوانه الجميله. هذا التمثال لصاحب المقبره اللي وجدت في الضبشيه، اللي هي الجنه الكنوز بتاعتها كلها كامله موجوده. التمثال للاله بتاعها سكر وزير ممثل بشكل المتوفي. التمثال ده فريد جدا لانه لاول مره، يمكن من المرات النادره، انه نجد تمثال للاله بتاع سكر وزير امامه المقبره بتاعه المتوفي. عليها الاربع خمس صقور، اربع صقور في كل ركن، في صقر حورس موجود لحماية المقبرة. تمثال فريد من نوعه بألوانه الزاهية بكتاباته. عمر التمثال بداية القرن الأول الميلادي من عمر المقبرة. التمثال لأول مرة نشوف ماكت للمقبرة، موجود عليه الأربع خمس صقور لصقر حورس، كل صقر على ركن من أركان المقبرة، عليه بعض الكتابات.